أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي سؤالهم الآخر يقولون: نحن جماعة من الشباب أعطتنا البلدية قاعة نلتقي فيها مع شباب الحي الآخرين، فهل يجوز لنا أن نجعل في هذه القاعة بعض آلات اللعب للترويح على الشباب؟ لا، القاعة مجعولة للتلاقي بين شباب المسلمين لتعلم العلم والتواصل بينهم، وما تجعل للعب واللعب. نعم. ما زالت سلمك الله الأسئلة من شباب من أهل فرنسا. عليهم أن يتقوا الله عز وجل، يجب على المسلم أن يتقي الله في أي مكان، قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فهم مسلمون يتقون الله في أي مكان، في فرنسا وفي غيرها، ويتمشون مع آداب الإسلام ومع أحكام الشريعة في أي مكان. نعم.